بيقولوا 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 خلاص بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم يا آية. بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم في الليبت بيتا أوكسيديشن. بداية الليبت اي بي سي في الليبت بيتا أوكسيديشن. مفيش حد بيدخل امتحان الشفوي اخر السنه وما يسالش في حاجه اسمها بيتا اوكسيديشن، لان ده الاساس، ده البيت بتاع الليبت، ده اول موضوع في الليبت اسمه البيتا اوكسيديشن. يعني ايه بيتا اوكسيديشن؟ يعني ايه فاتي اسيد اوكسيديشن؟ خدنا يا جماعه السنه اللي فاتت ان رقم الفاتي اسيد كان عامل كده ار سي او او اتش، صح كده؟ معايا؟ معايا ولا نسيت المقدمه ونطلع الموضوع على طول؟ سي او اتش مهم او مروحه اللي وراك معلش الزرار اللي وراك ده اللي في النص ايوه خلاص 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 في دكتور هاني في دكتور هاني عايزين نخلص كان يا جماعه رمز الفاتي اسيد عامل كده بدايتي 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 سي او اتش سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 وافضل اكمل المركب لحد اخر حاجه خالص كان في مجموعه اسمها سي اتش 3 كان المفروض ان برقم المركب ده بطريقتين، الطريقه الاولى لما كنت ببدا الترقيم من الكربون اللي اسمها السي او اتش جروب، كان دي رقم واحد، وبعديها رقم اثنين وثلاثه واربعه لحد ما اوصل في الاخر لمجموعه السي اتش 3 اشوفها رقم كام. الترقيم ده كان سهل، كانت المشكله عندي في مين؟ الترقيم الثاني اللي هو الترقيم اللاتيني الفا وبيتا وجاما. كنت بقول ان الكربونه اللي بعد الكربوكسيليك جروب نيكست تو كربوكسيليك جروب بسميها الفا. واللي بعديها هي البيتا. واللي بعديها هي الجاما واللي بعديها دلتا وهكذا لحد ما اوصل في الاخر للمجموعه دي. هل دي برقمها معاهم؟ لا، دي دايما اسمها اوميجا، اوميجا كاربون. الفكره يا جماعه بيلاحظ حاجه، هتلاحظ ان مجموعه السي او اتش جروب دي اسمها كاربوكسيل جروب، والمجموعه الاخيره دي اسمها ميثايل جروب، اللي في النص دول كلهم زي بعض، كلهم مجموعه اسمها سي اتش 2. عشان كده دي اسمها كربوكسيليك والاخيره ليها اسم لوحدها اسمها الاوميجا وفي النص بترقم بقى الفا وبيتا وجاما ودلتا لحد ما توصل لاخر حاجه هنا كده اسمها سي اتش 2 على حسب اسمها ايه بقى. ماشي الكلام؟ انواع الاوكسيديشن اللي موجوده في الفاتي اسيد رقم واحد الفا اوكسيديشن ملهاش لازمه ماينور باسوي. رقم اثنين البيتا اوكسيديشن وهو ده الاساس هو ده الميجور باسوي وفي الفاتي اسيد اوكسيديشن. رقم ثلاثه الاوميجا اوكسيديشن وده برضه ماينور باسوي. انا ببدا الالفا اوكسيديشن وبيتا اوكسيديشن او سوري اوميجا اوكسيديشن عشان اعمل البيتا. يعني هبدا بالفا خطوتين ثلاثه وبعد كده بيتا اوكسيديشن. الاوميجا خطوه واحده وبعد كده بيتا اوكسيديشن. فالاساس هو البيتا اوكسيديشن. من غير البيتا اوكسيديشن مفيش تفسير للفاتي اسيد زي ما هنفهم من الحصه الجايه ان شاء الله لما نقول الالفا والاوميجا اوكسيديشن. تعالوا بقى نشوف البيتا اوكسيديشن كده. يعني ايه بيتا اوكسيديشن؟ يعني بكسر الفاتي اسيد عند الكربونه بيتا. بمعنى يا جماعه ان انا لما اجي على الفاتي اسيد واقول لك احنا شغالين في البيتا اوكسيديشن هحط هيدروجين هشيل هيدروجين هحط اكسجين هكسر مش عارف ايه اي حاجه اعملها هعملها في الكربون اللي اسمها بيتا مش اي حاجه تاني. ماشي؟ تعالوا كده نشوف الاول البيتا اوكسيديشن بتحصل ازاي. الاوكسيديشن هو اول موضوع في درس او في شابتر اسمه الليبت. من بدايه الليبت لحد ما اوصل لموضوع اسمه الكيتو بوديز اي حاجه اي سؤال الحاجه دي بتحصل فين؟ فين؟ في الميتوكوندريا. الكوليسترول ده اول موضوع بعد الكيتو كان بيحصل فين الكوليسترول؟ في الاكسترا ميتوكوندريا سيتوبلازم اند سموث اندوبلازميك ريتيكولم. البيتا اوكسيديشن بتحصل فين؟ بتحصل في الميتوكوندريا. وطبعا دي مشكله كبيره هتواجهنا دلوقتي. اشمعنى؟ دلوقتي يا جماعه انا ما عنديش كربوهيدرات. مضطر هكسر الدهون واطلع منها طاقه، هجيب الدهون منين؟ كلت دهون او جبت الليبيد اللي موجود جوه جسمك في الاديبوس تيشو، عملت لايبوليسيس، طلعت فاتي اسيد، فاتي اسيد مشي في الدم، راح للليفر، في الليفر وصل لك فاتي اسيد، عايز تكسره الاسيتاين كوين، هو الفاتي اسيد اللي وصل لك في الليفر دلوقتي، موجود في الميتوكوندريا ولا موجود في السيتوبلازم؟ هل انا دخلته الميتوكوندريا؟ لا، ما زال موجود في السيتوبلازم، ادي الميتوكوندريا اهي. دي الميتوكوندريا بتاعتنا. المفروض البيتا اوكسيديشن بتحصل هنا. البيتا اوكسيديشن بتحصل لمين؟ للفاتي اسيد. فين الفاتي اسيد؟ ادي الفاتي اسيد اهو. اول حاجه الفاتي اسيد زي ما انت شايف رمزه هناك جاي لك ار سي او او اتش. هل هو كده اكتف؟ لا، ان اكتف. لازم اكتفه ودي اول خطوه. اول خطوه قبل البيتا اوكسيديشن اكتيفيشن للفاتي اسيد. يعني ايه اكتيفيشن؟ اكتيفيشن بتساوي حط له كواش.
حط له كو اي، حط له اس كو اي. الاسيتيك اسيد ده ان اكتف، اكتفه اسيتايل كو اي. ساكسينيك ان اكتف، اكتفه ساكسينايل كو اي. وهكذا بقى اي انزيم في الدنيا، اي فاتي اسيد، بالميتك بالميتويل كو اي، وهكذا. اكتيفيشن رقم 2، هو انت اكتفت يا جماعه الفاتي اسيد اهو، انا باكتف كده في السيتوبلازم ولا في الميتوكوندريا؟ كده في السيتوبلازم، كونت مركب اسمه الاسايل كو اي زي ما هنشوف. رقم 2 لازم اعمل له ترانسبورت، واخده من السيتوبلازم ادخله جوه الميتوكوندريا. ازاي بقى؟ دي مشكله هنحلها بحاجه اسمها الكارنيتين شاتل، اسمها كارنيتين شاتل. خطوه رقم 3 واخر حاجه بقى هي البيتا اوكسيديشن. يبقى اول خطوتين دول عشان اقدر اعمل البيتا اوكسيديشن، وبعد كده نشوف البيتا اوكسيديشن. نبدا بالاكتيفيشن. الاكتيفيشن كلكم عارفينه، فاكرين الساكسينيك اسيد كنت بحوله ساكسينيل كو ازاي؟ كنت بجيب الساكسينيك بانزيم اسمه طيب كاينيز، او انزيم اسمه الساكسينيل كو اي سينديتيز، ويدخل جي تي بي ويخرج جي تي بي ويكون ساكسينيل كو اي. بصوا بقى ده كده الفاتي اسيد يا جماعه. انا هعمل ايه؟ هجيب الفاتي اسيد عشان اكتبه لازم يخرج بصوره اسمها الاسايل كو اي، اللي هو ار سي دبل بوند او هاي انرجي اس كو اي، يعني دخلت له كواش. يبقى اول حاجه على السهم هنا هيبقى عندي كواش. في مشكله؟ ازاي الكواش هيتحد مع الفاتي اسيد؟ قال لي يا دكتور ما انت عندك او اتش اهي واتش اهي، طلع دي مع دي وخرج ميه، والباقي بقى مسكه مع بعض، ادي السي او اللي هي السي دبل بوند او، وبعدين عندي الاس اهي همسكها في صوره اس كو اي، ادي الاس كو اي. وكونت المركب بتاعي اللي هيبقى اسمه اسايل كو اي. في ناس يا جماعه بتسال دايما ايه الفرق بين كلمه اسايل واسيتايل؟ الاسايل ده اي فاتي اسيد في الدنيا اسمه اسايل، زي ما بنقول تراي اسايل جليسرول، اسايل يعني فاتي اسيد. الاسيتايل ده الفاتي اسيد اللي جواه كربونتين اسمه اسيتيك اسيد، اسيتايل كو اي. ماشي؟ هي المشكله دي؟ طيب اسم الانزيم ايه بقى يا جماعه؟ اسم الانزيم ثايوكاينيز، او اسم الانزيم اسمه اسايل كو اي سينثيتيز. سينثيتيز يعني بيحتاج طاقه. بيحتاج طاقه ازاي؟ كله معايا كده لاول مره بنكتب الطاقه بالطريقه دي. اول مره اقول لك ان اللي هيدخل عندي يا جماعه اي تي بي، كان المفروض بيخرج اي دي بي، لا مش هيخرج اي دي بي، هيخرج اي ام بي زائد بايوفوسفيت. دكتور ده الادينوزين ودي الفوسفيتا الاولى، هاي انرجي بوند الفوسفيتا الثانيه، هاي انرجي بوند الفوسفيتا الثالثه، ده اي تي بي. لما احب احوله اي دي بي كنت بكسر الفوسفيتا دي كده واطلعها بصوره فوسفيتا وخدت الطاقه والموضوع خلص، وكده انا استهلكت واحد بس 1 هاي انرجي بوند. لما كسرت المركب ده هنا وطلعت 2 بايروفوسفيت كده انا استهلكت كام هاي انرجي بوند؟ استهلكت واحده يا دكتور. لا استهلكت 2. هو يعني استهلكت؟ استهلكت يا جماعه يعني الطاقه دي، الطاقه دي المركب اللي فاضل في كام هاي انرجي بوند؟ مفيش ولا واحده، كان المفروض يكون فاضل فيه واحده. انا لما كسرت هنا خدت الطاقه اللي موجوده هنا استخدمتها، وبعدين ما هو البايروفوسفيت ده هيتكسر هو كمان والطاقه اللي فيها تطلع وبرضه هستهلكها. يبقى كده انا استهلكت كام طاقه؟ كام هاي انرجي بوند؟ 2. ليه؟ في الاخر خالص لما اجي احسب واقول لك انا عندي 131 اي تي بي، هطرح منهم 2 اي تي بي. اشمعنى؟ اصل الطبيعي، الطبيعي بتاع الطاقه كل مره بنقول الاي تي بي بتحول الى اي دي بي، وكده انا استهلكت كام هاي انرجي بوند؟ واحده. لما اقول لك ان الاي تي بي بتحول الى اي ام بي، كده انا استهلكت كام طاقه، كام هاي انرجي بوند؟ استهلكت 2. يعني التفاعل ده، التفاعل ده بيساوي قد ايه من دول؟ ده بيساوي 2 من دول، بيساوي 2 اي تي بي اتكسروا ل 2 اي دي بي. صح ولا ايه؟ ده كده استهلك هاي انرجي بوند واحده، ده استهلك 2، فده بيساوي 2 من دول. احنا دايما بنقول اي تي بي بتحول لاي دي بي، عشان خاطر مش هنيجي بعد كده اقول لك ايه ان هم 131 اي تي بي، وانا استهلكت 1 اي تي بي في صوره اي ام بي. طب هطرح كام؟ هنطرح 2. 2 انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ مش فاهمين؟ Thank you.
بس بس خلاص خلاص. الخطوه اللي بعد كده، الخطوه اللي بعد كده بعد الاكتيفيشن، بعد الاكتيفيشن نرجع معاك 7:30 يا جماعه تاني. بس خلاص 7:30 في الاجازه، امال ايه المشكله؟ خلاص ورا. الخطوه اللي بعد كده بقى معاك اسايل كوين. يعني خطوه الاكتيفيشن حصلت فين يا جماعه؟ خطوه الاكتيفيشن حصلت في السيتوبلازم مش في الميتوكوندريا. دلوقتي انا عندي مشكله. زمان في البايو انرجيتك قلنا الميتوكوندريا الممبرين كان امبيرميبل لحاجات كتير، ما بيعديش حاجات كتير. من ضمن الحاجات دي كان الناد اتش بلس اتش، وساعتها عملنا شاطل كده او عملنا شنط عشان خاطر نخرجه او ندخله من السيتوبلازم جوه الميتوكوندريا. من ضمن الحاجات اللي ما بتعديش برضو المركب اللي اسمه الاسايل كوين، ودي مشكله. هحلها ازاي؟ هحلها بحاجه اسمها الكارنيتين شاطل. يعني ايه كارنيتين شاطل؟ اولا يعني ايه كارنيتين؟ ايه الكارنيتين ده يا جماعه؟ الكارنيتين ده عباره عن فازي اسيد فيه 4 كربونات، رمزه عامل كده. 4 كربونات هو اسمه بيوتاريك اسيد، مظبوط؟ بيوتاريك اسيد ده باجي على الكربونه رقم بيتا اللي هي كربونه رقم 3 واحط لها مجموعه اسمها او اتش كون. دي اللي انا عايزها. انا راسم شكل الكارنيتين عشان خاطر المجموعه دي. المجموعه الفعاله عندي في الكارنيتين اسمها او اتش كون. الكربونه دي بديها نيتروجين، والنيتروجين بيمسك في 3 سي اتش 3. ما يهمنيش اي حاجه، يهمني بس المجموعه دي اللي اسمها الاو اتش كون. خلاص؟ خلاص؟ كارنيتين المجموعه الفعاله اللي فيه او اتش كون. انسى بقى شكل الكارنيتين خالص. انا موجود في السيتوبلازم، موجود في السيتوبلازم، ادي الميتوكوندريا وادي الميتوكوندريا الممبرين. هكبر الجزء ده يا جماعه من الميتوكوندريا ونشوف شكله عامل ازاي. ده كده، ده كده الاوتر ميتوكوندريا الممبرين، ده ميمبرين الاوتر ميتوكوندريا الممبرين. ده كده الانر ميتوكوندريا الممبرين، واللي في النص طبعا هو الانترميديت سبيس. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب الماده اللي اسمها الاسايل كو اي اللي موجوده في السيتوبلازم، ادخلها فين؟ جوه الماتريكس تحت جوه الميتوكوندريا. هعمل ايه؟ الكارنيتين شفر ببدا بيها بالاسايل الكويت موجود في السيتوبلازم. عشان ادخله من السيتوبلازم الى الماتريكس محتاج 3 انزيمات. الانزيم الاولاني مكانه هنا اهو. بص انا هرسمه ازاي؟ بص اهو، شايف رسمته فين؟ موجود في الاوتر ميتوكوندريا ميمبرين، بس ناحيه ناحيه السيتوبلازم وناحيه السيستول. الحاجه الثانيه سيستول ناحيه السيتوسول. الناحيه الثانيه ده الانترميديت سبيس، ده الانزيم الثاني يا جماعه، ده الانزيم الثاني، ده الانزيم الثاني موجود فين؟ قال لي موجود الانر ميتوكوندريا ميمبرين وسجت في الانر ميتوكوندريا ميمبرين وبس. الانزيم الثالث اهو موجود في الانر ميتوكوندريا ميمبرين ناحيه الماتريكس. بصوا معايا كده يا جماعه، ركزوا معايا. اسماء الانزيمات عشان هي دي اصعب حاجه. اسماء الانزيمات كلها بتبدا باسم الشاطر اللي هي كارنيتين. اول انزيم اسمه الكارنيتين، بالميتويل، بالميتويل ترانسفيريز 1. خلاص، اول انزيم اسمه كارنيتين بالميتويل ترانسفيريز 1. يعني ايه كارنيتين؟ اسم الشاطر، وشفنا شكل الكارنيتين من شويه. يعني ايه بالميتويل؟ بالميتويل جاي من كلمه بالميتيك اسيد. يعني ايه بالميتيك اسيد؟ يعني فاتي اسيد، يعني اسايل كوين. فالمفروض ما يكونش اسمه بالميتويل، يكون اسمه اسايل، بس هو اسمه بالميتويل. اتفقنا ان هو اسمه بالميتويل. احنا كده كده يا جماعه معظم الليمت بنتكلم على فاتي اسيد اللي اسمه البالميتيك اسيد، فسميته كارنيتين بالميتويل ترانسفيريز. يعني هينهي ايه؟ هنعرف دلوقتي. ترانسفيريز كام؟ 1. ما دام في كارنيتين بالميتويل ترانسفيريز 1 اكيد في كارنيتين بالميتويل ترانسفيريز 2، وده الانزيم رقم 3. الانزيم اللي موجود في النص برضه اسمه ايه؟ بدايته برضه كارنيتين، وبعدين اسايل كارنيتين ترانس لوكيز. يعني ايه كارنيتين؟ عرفنا. يعني ايه اسايل كارنيتين؟ يعني الفاتي اسيد ده
بدل ما هو ماسك في كو ايه هيمسك في كارنيتين. ازاي؟ هنعرف دلوقتي يعني ايه كلمه ترانسلوكيز. ترانسلوكيز يعني ترانسلوكيشن، يعني هنقل مكانه بدل ما هو موجود هنا هدخله جوه او العكس. تعالوا بقى نشوف كده ايه اللي هيحصل. هنبدا باول انزيم تاني كارنيتين بادميتوري ترانسفيريز. واحد موجود فين؟ موجود في الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين ناحيه السيتوبلازم. كارنيتين بادميتوري ترانسفيريز 2 موجود في الانر ناحيه الماتريكس. واخر حاجه كارنيتين اسايل كارنيتين ترانسلوكيز موجود في الانر ميتوكوندريال ميمبرين. ايه اللي هيحصل؟ مشكلتي يا جماعه، مشكلتي في الاسايل كو ايه ان هو ماسك في حاجه اسمها الكو ايه. ده اللي بيخليه ما يدخلش جوه الميتوكوندريال ميمبرين. خد بالك ان السيتوبلازم كده كده فيه كواش، وان الميتوكوندريا برضه جواها كواش. خلاص؟ لو قدرت افصل الاسايل ده اللي هو الفاتي اسيد عن الفو ايه وامسكه في الكارنيتين هقدر ادخله جوه الميتوكوندريا. فده اللي انا بعمله. كل اللي انا هعمله يا جماعه في الشاتل دي هجيب الاسايل كو ايه، اطلع منه الكو ايه في صوره كواش وامسكه مع الكارنيتين واكون حاجه اسمها اسايل كارنيتين. اسايل كارنيتين يدخل جوه الميتوكوندريا في الماتريكس. انت عايز اسايل كارنيتين ولا اسايل كو ايه؟ عايز اسايل كو ايه. طلع الكارنيتين ودخل مكانه كواش فيجيب اسايل كو ايه. ازاي بقى الكلام ده؟ ده الاسايل كو ايه موجود في السيتوبلازم، وعندي جوه الميتوكوندريا في حاجه اسمها الكارنيتين. الاثنين دول هيتحدوا مع بعض عن طريق الانزيم ده اللي هو اسمه الكارنيتين بالميتويل ترانسفيريز 1. هيعمل ايه بقى الانزيم؟ هياخد الاسايل كو ايه وياخد الكارنيتين يخليهم يتحدوا مع بعض، وبالتالي الكارنيتين هيمسك في الاسايل واطلع الكو ايه. يعني الاسايل كو ايه الكو ايه دي اخرجها في صوره كواش. خلصت منه، فاضل عندي الاسايل. انت كسرت هنا، هات الكارنيتين مسكه مع الاسايل وكون حاجه اسمها اسايل كارنيتين. صعبه دي؟ صعبه. اول خطوه اسايل كو ايه، شلت الكو ايه بصوره كواش طلعت بره ودخلت مين؟ الاسايل تمسكه مع الكارنيتين يدخل جوه الميتوكوندريا. الخطوه اللي بعديها، بص اسم الانزيم اسمه كارنيتين اسايل كارنيتين ترانسلوكيز. بمعنى هاخد الكارنيتين اللي موجود جوه الميتوكوندريا اطلعه بره وادخل مكانه اسايل كارنيتين. ما هو ده معنى كلمه الانزيم، معنى اسم الانزيم اسمه كارنيتين اسايل كارنيتين ترانسلوكيز. ده مركب وده مركب تاني خالص. وترانسلوكيز يعني هنقلهم، هعمل اكستشينج، هبدل، هدخل اسايل كارنيتين جوه واخرج مكانه كارنيتين موجود جوه الماتريكس بتاع الميتوكوندريا. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت كارنيتين اسايل كارنيتين ترانسلوكيز، عملت اكستشينج ما بين اسايل كارنيتين والكارنيتين، طلعت الكارنيتين من جوه لبره ودخلت مقابل ليه الاسايل كارنيتين. هنمسح الشخبطه اللي تحت دي. يبقى انا يا جماعه في الخطوه دي عن طريق الانزيم ده عملت ايه؟ دخلت الاسايل كارنيتين وخرجت مكانه كارنيتين، ده الكارنيتين تحت خالص اهو. وهنا عندي الاسايل كارنيتين لما دخل. انا دلوقتي يا جماعه موجود فين؟ انا موجود جوه الماتريكس. وهنا هتسال نفسك هو انت عايز اسايل كارنيتين ولا عايز اسايل كو ايه؟ لا انا عايز اسايل كو ايه. خلاص الانزيم اهو، هو ده بس ده بيعمل عكس. انت عندك ايه؟ عندي اسايل كارنيتين وعندي كواش موجودين فين؟ جوه الميتوكوندريا. هات الاثنين دول عن طريق الانزيم ده هيتحدوا مع بعض ويخرج لي حاجه اسمها الاسايل كو ايه ويخرج الكارنيتين. تاني بسرعه اللي حصل، كارنيتين بالميتوري ترانسفيريز 1، كارنيتين بالميتوري ترانسفيريز 2، وفي النص حاجه اسمها الكارنيتين اسايل كارنيتين ترانسلوكيز. بدات ازاي؟ جبت الاسايل كو ايه اتحد مع الكارنيتين عن طريق الانزيم ده، خرج الكواش وتكون ماده اسمها الاسايل كارنيتين. الانزيم اسمه كارنيتين اسايل كارنيتين، بيدخل اسايل كارنيتين ويخرج مكانه كارنيتين. كارنيتين اسايل كارنيتين ترانس لوكيز. الخطوه اللي بعديها هجيب الاسايل كارنيتين، انا مش عايزه، انا عايز اسايل كو ايه يتحد مع الكواش ويكون اسايل كو ايه ويخرج طبعا الكارنيتين. الحاجات اللي مطلوبه مني في الكارنيتين رقم واحد هما مين الانزيمات؟ رقم واحد كارنيتين بالميتوري ترانسفيريز 1، رقم اثنين بالترتيب بقى كارنيتين اسايل كارنيتين ترانس لوكيز، كارنيتين بالميتوري ترانسفيريز 2. بعد كده السايت بتاع كل انزيم، الاولاني في الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين ناحيه السيتوبلازم، الثاني موجود في الانر ميتوكوندريال ميمبرين بس، الثالث في الانر ميتوكوندريال ميمبرين ناحيه الماتريكس. بعد كده الفانكشن،
الفانكشن يا جماعه اهي اسمه ترانسفيريز، اسمه ترانسلوكيز، اسمه ترانسفيريز. وظيفته بقول وظيفه ترانسفير، بينقل الاسايل بارت، بنقل الفاتي اسيد من اسايل كو اي احطه على الكارنيتين واكمل حاجه اسمها اسايل كارنيتين. تاني ترانسفير بينقل الاسايل بارت اللي هو الفاتي اسيد من الاسايل كو اي احطه على الكارنيتين واكون اسايل كارنيتين. تاني اشيل اسايل كو اي اخد منه الاسايل احط عليه كارنيتين، اسايل كارنيتين. اسمه ترانسلوكيز، بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بينقل الاسايل كارنيتين يدخله جوه الماتريكس ان اكس تشينج، هي دي الكلمه اللي انا عايزها، ان اكس تشينج ويز كارنيتين. يدخل حاجه على حساب الثانيه، على حساب ان هو يخرج حاجه ثانيه، ما ينفعش هما الاثنين يدخلوا، ما ينفعش هما الاثنين يخرجوا. كلمه خدناها السنه اللي فاتت، سنه اولى، حاجه اسمها الانتي بورت. انتي بورت يعني ايه؟ يعني بعمل ترانسبورت بس عكس بعض، واحد بيدخل واحد بيخرج. انتي بورت مش مشكله. الخطوه اللي بعديها بقى بجيب الاسايل كارنيتين بنفس الطريقه اللي فوق يا جماعه، اللي اسمه ترانسفيريز، بقول بيترانسفير بينقل الاسايل بارت فروم الاسايل كارنيتين تركواش فورمينج اسايل كوي. فهمتوا اللعبه؟ انا بعمل ايه؟ كل مره بقول له بيترانسفير بياخد الاسايل بارت، يا اما من اسايل كوي واكون اسايل كارنيتين، يا اما من اسايل كارنيتين واكون اسايل كوي. الكارنيتين شاطر يا جماعه، مهمه. بيتا اوكسيديشن، يلا يلا عشان 10 دقايق هتمشوا. البيتا اوكسيديشن يا جماعه معايا ما زلت بقول الريتم اللي احنا ماشيين ده بريتم سريع عشان خاطر الحاجات دي متاخده قبل كده، الحاجات دي المفروض ان هي بتتراجع وانا بشرحها مش براجعها برضه، بس مش هينفع ناخد اقل من كده. البيتا اوكسيديشن بتحصل فين؟ البيتا اوكسيديشن في الميتوكوندريا. دلوقتي السؤال المفروض لما تغلط فيه تضرب بالنار. ليه؟ لما يجي لك السؤال يقول لك البيتا اوكسيديشن بتحصل فين؟ قلت له بتحصل في السيتوبلازم. ازاي وانت عامل حاجه اسمها الكارنيتين شاطر؟ ازاي واحنا قاعدين نرسم الكارنيتين والميتوكوندريا وتلاقيك انت راسمها في الامتحان اصلا؟ وسالك في الشهوه بيحصل فين؟ في السيتوبلازم. خلاص انت من غير ما يقول لك اطلع بره، خد نفسك وامشي. من غير مبالغه فعلا، امشي. البيتا اوكسيديشن اسمعوني كده يا جماعه، البيتا اوكسيديشن بيتا اوكسيديشن هي عباره عن سايكل اسمها البيتا اوكسيديشن. انا عندي مركب فيه 16 كربون اسمه البالماتيك اسيد، بعمل له بيتا اوكسيديشن ازاي؟ بعد ما قتلته طبعا وحولته من البالماتيك للميثايل كو اي دخلته الميتوكوندريا، تبدا خطوات البيتا اوكسيديشن. البيتا اوكسيديشن اربع خطوات. الخطوه الاولى اسمها اوكسيديشن. يعني ايه اوكسيديشن؟ يعني بشيل الكترون او بشيل هيدروجين. اسم الانزيم اللي هشيل هيدروجين، اسم الانزيم دي هيدروجينيه، الخطوه اللي بعديها على طول هضيف ميه، هيدريشن يعني، يبقى اسم الانزيم هيدراتيز. الخطوه اللي بعديها بدات باوكسيديشن، اوكسيديشن تاني، وبرده اسم الانزيم دي هيدروجين. اخر خطوه خالص هكسر بانزيم كلنا خدناه اسمه ثايوليز انزيم، خطوه الثايوليسيس او خطوه الكسر عن طريق انزيم اسمه الثايوليز. يبقى يا جماعه البيتا اوكسيديشن اربع حاجات، اوكسيديشن هايدريشن اوكسيديشن، وبعد كده بكسر ثايوليسيس او انزيم اسمه الثايوليز. لما اكسر يا جماعه الثايوليز بطلع مركب فيه كربونتين اللي هو من الاخر اسمه الاسيتايل كول. يفضل لي مركب فيه كام كربونه؟ بعد ال 16 شلت 2 يفضل لك 14. كرر الخطوات دي تاني، دي يا جماعه كده اسمها بيتا اوكسيديشن. هعمل البيتا اوكسيديشن تاني، اوكسيديشن هيدريشن اوكسيديشن ثايوليسيس، ويطلع لي اسيتايل كو اي، ويفضل مركب فيه كام كربونه؟ 12. تاني ال 12 دول اربع خطوات، اوكسيديشن هيدريشن اوكسيديشن ثايوليسيس، يطلع اسيتايل كو اي ويفضل 10. كمان اثنين اسيتايل كو اي او واحد اسيتايل كو اي ويفضل 8 6 4 لحد ما اوصل لرقم 4. لما نوصل المركب يا جماعه اللي هو الفاتي اسيد اللي فيه اربع كربونات،
اعمل اوكسيديشن هايدريشن اوكسيديشن وديالسيس. لما اكسر هيديني ايه؟ طبعا على السهم في الجنب اهو كالعاده اسيتايل كو اي بكربونتين، ويفضل المركب فيه كام كربونه؟ برضه كربونتين اللي هو برضه اسيتايل كو اي. يبقى اذا يا جماعه كل سايكل احتجت انزيم اسمه دي هيدروجينيز مرتين، في كل سايكل بيطلع لي مركب اسمه الاسيتايل كو اي. اسيتايل كو اي اسيتايل كو اي ما عدا اخر سايكل هيطلع لي فيها كام اسيتايل كو اي؟ 2 اسيتايل كو اي. خلاص كده فهمنا الفكره دي. بصوا بقى السؤال جه قبل كده في الامتحان، يعني بغض النظر نرسمه كل البيتا اوكسيديشن والتفاعلات اللي هنرسمها دلوقتي، السؤال جه قبل كده بيتا اوكسيديشن عباره عن ايه؟ عشان كان في الام سي كيو باختيار اوكسيديشن هايدريشن اوكسيديشن وثيوليسيس، كان في اختيارات ثانيه اوكسيديشن وريدكشن وحاجات كده كتير، بس كانت الاجابه الصح بتاعتي الاربع كلمات دول. المهم شوف كده هنبدا بايه؟ هبدا بالفاتي اسيد. كله معايا كده؟ دلوقتي يا جماعه ده فاتي اسيد اهو R CH2 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 COOH. الكلام اللي انا رسمه ده يا جماعه كده صح؟ طبعا الاول دي كربونه الفا، دي كربونه بيتا، دي كربونه جاما، في النص في كربونات كتير، وبعد كده الايه؟ السي اتش 3 اللي هو حسب طول المركب بتاعي كده. كده المركب بتاعي ينفع منه بيتا اوكسيديشن؟ ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ ايه الغلط في الشكل ده؟ ده اسمه فاتي اسيد. انا ما ينفعش ابدا التفاعل بتاعي بفاتي اسيد. اما احنا كنا بنعمل ايه في السيتوبلازمك شويه؟ لازم اعمل له اكتيفيشن، يعني ما اسموش سي او اتش، اسمه سي دبل بوند او هاي انرجي اس كو اي. خلاص؟ الغلطه دي ما تعديش، الغلطه دي ما تعديش زي غلطه الكارنيتين كده، بيحصل فين؟ في السيتوبلازم غلط. لا، لازم يكون في الميتوكوندريا ولازم يكون في صوره فاتي اسيد في الصوره الاكتف. اللي بعد كده. اول خطوه يا جماعه قلنا بنعمل ايه؟ اول خطوه اوكسيديشن، اسم الانزيم اسمه دي هيدروجينيز. ركز معايا في اسماء المركبات واسماء الانزيمات. اسمه دي هيدروجينيز، ايه دي هيدروجينيز؟ وهو ده اسمه ايه؟ اسمه اسايل كو اي، فاسم الانزيم اسايل كو اي دي هيدروجينيز. اي دي هيدروجينيز في الدنيا يعني بيشيل هيدروجين، يعني محتاج حاجه تاخد الهيدروجين. مين اللي بيشيل الهيدروجين؟ ما هو يا فات يا نات. طول كل الانزيمات بنستخدم فيها النات كعامل مساعد، ما عدا الحاجات اللي بنقول عليها الفات. كنا خدنا حد قبل كده فات. بسرعه كان اسمه ساكسينيت دي هيدروجين، ده بيستخدم برضه الفاد، بيدخل فاد ويخرج فاد اتش 2. وانا هنا هسال سؤال، الفاد اتش 2 ده موجود فين يا مونيكا؟ في السيتوبلازم ولا في الميتوكوندريا؟ هيديني كام اي تي بي؟ 2 ولا 3 ولا على حسب؟ هيديني 2 اي تي بي. ما هو على حسب ايه؟ على حسب نوع الشاتل. انا ما دام موجود جوه الميتوكوندريا يبقى خلاص الكلام خلص، هو فاد يبقى 2 اي تي بي، نادب وثلاثه. لو بره الميتوكوندريا ساعتها في شاتل. يبقى يا جماعه الفاد هيديني 2 اي تي بي. المهم انت خدت الهيدروجينتين دول منين؟ من البيتا كاربون. لا ما ينفعش، ما ينفعش ليه؟ بص كده ادي البيتا كاربون، خدت منها هيدروجينتين، فاضل ايه؟ فاضل كاربون، ناقصها 2 بوند، حاطط لها دبل بوند، هتمسك مع مين دبل بوند؟ هجيب الام منين؟ مش هينفع، مش هينفع. عشان كده يا جماعه انا في اول خطوه باخد هيدروجينه من هنا وهيدروجينه من هنا. المره الوحيده اللي هبص على الكربون اللي اسمها الفا، بعد كده ماليش دعوه بحاجه اسمها الفا، كل الكلام على البيتا. نجبر كده ونشوف المركب الثاني اهو، ادي ار وادي الكربونه اوميجا، وصلنا للكربونه جاما، ودي الكربونه اللي اسمها البيتا، ودي الالفا، ده السي دبل بوند او هاي انرجي اس كو اي. هاخد الهيدروجينتين منين؟ الهيدروجين الاولى خدتها من هنا، الهيدروجين الثانيه خدتها من هنا، ده معناه ان هكون هنا دبل بوند. بص بقى الهيدروجين اللي فاضل ده موجود بالشكل ده كده، هو الطبيعي طبيعي كان اهو سي اتش 2 وسي اتش 2، خدت هيدروجينه من هنا وهيدروجينه من هنا بالشكل ده كده، وسبت المركب بتاعي فيه دبل بوند اهي، هيدروجينه فوق هيدروجينه تحت. اسم الشكل ده كنا خدنا السنه اللي فاتت حاجه اسمها السيس فورم، ده اسمه ترانس، ترانس فورم. السيس كان عامل كده فاكرينه؟ وكان يجي على الفاتي اسيد يقول طول الفاتي اسيد اهو تيل بتاع الفاتي اسيد، لما يجي هنا في سيس يعمل حاجه اسمها الكينج. يعني ايه كينج؟ كينج يعني بدل الفاتي اسيد ما هو ماشي كده يحصل له كينج، هيتكسر التواء. ماشي الكلام؟ هنا الصوره بتاعتي ترانس، ده معناها ان المركب بتاعي هيبقى ماشي كده ستريت، مفيش فيه اي كينج. الشكل ده اسمه ترانس
هيواجهنا مشكله الحصه اللي جايه، ان الفاتي اسيد بتاع السيس ازاي اتعامل معاه. المركب عشان يطلع لازم يكون في الصوره ترانس، وعشان اشتغل عليه بعد كده لازم يكون موجوده في الصوره، او لازم يكون موجود في الصوره الترانس. حد بقى يا جماعه يسميه المركب اللي طلع ده؟ بصوا لي كده، هو المركب ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه اسايكو. دلوقتي ايه اللي حصل؟ انه اتغير حاجه واحده بس، بقى عندي ده مربوط موجوده بين الكربونه كام وكام؟ كربونه الفا والكربونه بيتا. صح؟ دبل بوند انا بقول عليها انساتوريتد، ده معناه ان هو انساتوريتد. بسمي المركب ده الفا وبيتا انساتوريتد اسايل كوين، وده الاسم القديم وهنحتاجه قريب. سميته دكتور ليه الفا وبيتا، في دبل بوند ما بين الفا وبيتا، فسميته الفا وبيتا انساتوريتد، والمركب كان اسمه اسايل كوين. الاسم الثاني بقى اللي احنا عايزينه النهارده هو اسمه ترانس، ولازم ابدا بكلمه ترانس عشان اقول له المركب بتاعي موجود في الصوره الترانس. ترانس اينويل كوين، ده الاسم الوحيد الغريب اللي هنشوفه النهارده. ترانس اينويل اينويل اينويل، بغض النظر يعني ايه كلمه اينويل، بس اينويل دلوقتي يعني ان ساتوريتد، يعني عندي دبل بوند. الخطوه اللي بعديها بعد عملت اوكسيديشن هعمل هايدريشن، يبقى اسم الانزيم هيدراتيز. هيدراتيز كده مش اسم سبيسيفيك، لازم اقول ترانس اينويل كو اي هيدراتيز، اسم الماده الداخله للتفاعل زائد اسم الانزيم. هحط ميه، بص لي بقى الميه اتش واو اتش، احط الاتش فين والاو اتش فين؟ الحاجه المميزه هنا هي الاو اتش، احطها فين؟ انت اسمك بيتا اوكسيديشن، يبقى كلامنا على البيتا. رمز الفاتي اسيد الثاني هو المكتوب فوق ار وال سي اتش 2، ودي كربونه بيتا، وده الهيدروجين دبل بوند، ودي الالفا والسي دبل بوند او هاي انرجي اس كوري. معايا؟ معايا؟ هعمل ايه يا جماعه؟ ادي الاتش والاو اتش، هاخد الاو اتش دي احطها على الكربونه مين؟ كربونه بيتا. اهو دي البيتا. بص الالفا اسمها ايه؟ اسمها سي اتش 2. بص الالفا اسمها سي اتش 2، يعني رجعت الالفا زي ما كانت في الالفا، ما عملتش فيها اي حاجه. كده بقى عندي في البيتا حاجه اسمها او اتش جروب. حد يسميه المركب ده؟ هو المركب ده كان اسمه ايه اصلا؟ وكان اسمه اسايل كوين. مش ده هو ده الفرق؟ ان انا عندي مجموعه اسمها او اتش جروب في كربونه رقم 3 اللي هي كربونه بيتا، وسميته ايه بقى؟ بيتا هيدروكسي اسايل كوين. يعني كل اللي زودته كلمه بيتا هيدروكسي. الخطوه اللي بعديها بقى بعد الاوكسيديشن هايدريشن، وبعد كده اوكسيديشن، يبقى اسم الانزيم دي هيدروجينيز. ايه دي هيدروجينيز؟ بيتا هيدروكسي اسايل كوين دي هيدروجينيز. المره دي هشيل هيدروجينتين، منين؟ من الكربونه بيتا، ادي واحده وادي الثانيه. بصوا بقى دلوقتي لما اشيل هيدروجينتين ايه اللي هيحصل؟ ادي السي اتش 2 وادي كربونه بيتا اتش واو اتش، ودي السي اتش 2 رجعت زي ما كانت، والسي دبل بوند هاي انرجي اس كوين. بصوا لي بقى كده، شيل هيدروجينتين كده، ادي هيدروجين بالبوند بتاعتها، وادي هيدروجين. دلوقتي انا ممكن اعمل دبل بوند وتمسك معنيين دبل بوند مع الاكسجين اهي. كده في مشكله في البوندات، كربونه ماسكه باربعه بوند، يبقى كده الكلام مظبوط. لكن هنا ما كانش ينفع اشيل الهيدروجينتين من الكربونه بيتا، لان ساعتها ما كانش عندي حاجه تمسك فيها. فكان لازم اخد هيدروجينه من هنا وهيدروجينه من هنا، وبعدين ادخل ميه. عارف لو كان هنا في او اتش ما كنا استغنينا عن الخطوه دي وخطوه الهيدريشن كمان. مش فاهمين حاجه طبعا. حد يسميه المركب ده طيب؟ المركب ده هو عباره عن الاسايل كوين بس كربونه بيتا فيها سي دبل بوند او يعني كيتو، وسميته البيتا كيتو اسايل كوين. عشان تكون اخر خطوه خالص يا جماعه هي خطوه تايوليسيز، ودي الخطوه بقى انتوا عارفينها، اصل هيجي لي انزيم ريفيرسبل اسمه فايوليز انزيم، هيدخل لي حاجه اسمها الكواش ويخرج اسيتايل كوين. بصوا لي كده يا جماعه، فين الاسيتايل كوين؟ ده سي دبل بوند او هاي انرجي اس كوين. فين الاسيتايل كوين؟ ما ده الكو اي، ودي اسمها سي اتش 2، والاسيتايل كوين عباره عن سي اتش 3 سي دبل بوند او هاي انرجي اس كوين. صح كده؟ هطلعه ازاي؟ ده ناقصه ناقصه هيدروجين، هجيبها منين؟ ما انا دخلت كواش اهو، هاخد الهيدروجينه دي احطها على السي اتش 2 فيخرج لي سي اتش 3 سي او اتش،
والسي اتش 3 سي دبل بوند او هاي انرجي كوين اس كوين ده يروح فين؟ ده يروح الكريبس سايكل. طب وبقيه المركب يا جماعه؟ بقيه المركب اهو من اول هنا كده ادي الار ادي السي اتش 2 وبعد كده سي دبل بوند او وانت كسرت الكواش هنا مسكه بهاي انرجي بوند اس كوين. ده مين ده يا جماعه؟ ده هو ده بس ناقص كام كربونه؟ ناقص الكربونتين اللي انا فقدتهم في صوره اسيتايل كوين. اسمعوني كده اسمعوني في حاجه بتقول طب ليه يا جماعه انا بدل ما ادخل الثايوليز وتفاعل وانزيم وكواش ما تشطب ده كله وتدخل ميه؟ ما هي الميه عباره عن ايه؟ اتش او اتش اتش منهم تروح لدي يبقى اسمها سي اتش 3 سي دبل بوند او هاي انرجي اس اوف ايه ويدخل الكريبس ويطلع لي المركب اللي بعد كده المركب ده حط له او اتش فيبقى اسمه ار سي اتش 2 سي او او اتش. فاتي اسيد دي مشكله في ايه؟ انا موجود في الميتوكوندريا والفاتي اسيد ده ان اكتف عشان اكتبه هطلع بره الميتوكوندريا في السيتوبلازم اكتبه وارجع اعمل كاربتين شاتل وادخل وابدا بيتا اوكسيديشن. لا انا ادخل انزيم اسمه ستايريز ومعاه كواش يقوم يحط كو اي على المركب اللي فاضل ده واكون عصاير كو اي، العصاير كو اي يرجع يكرر الخطوات دي كلها تاني اوكسيديشن هايدريشن اوكسيديشن ثيوليسيس ويديني اسيتايل كو اي ويكمل الكلام او يكمل خطوات لحد في الاخر خالص بكون مركب فيه اربع كربونات يتكسروا كربونتين وكربونتين اللي هو العصاير كو اي الاستايل كو اي والاستايل كو اي. ايه الخمسه ثانيه واحده دلوقتي يا جماعه دلوقتي معايا الشكل اللي قدامنا ده الشكل اللي قدامنا طلع عند السايكل الواحده خلاص السايكل الواحده طلع فيها كام فات؟ طلع واحد فات يعني كام اي سي بي؟ يعني اثنين اي سي بي. طلع عندي كام ناد؟ طلع عندي برضو واحد ناد يعني كام اي سي بي؟ يعني 3 اي تي بي. 2 اي تي بي و3 هيديني 5 اي تي بي في السايكل الواحده. يا رجال بتتكلم السايكل الواحده اداني 5 اي تي بي. زائد كام اسيتايل كوين؟ السايكل الواحده اداني 1 اسيتايل كوين ما عدا اخر سايكل خالص هتديني كام اي تي بي؟ 2 اي تي بي. اشمعنى؟ عشان خاطر يا جماعه هبدا الكلام بتاعي من كربونه مركب فيه 10 كربونات بدل ما نبدا ب 16 نقعد نتكلم كتير. 10 هيديني كام؟ 8 و1 اسيتايل كوين بعد كده 6 بعد كده 4 والاربعه هيديني 2 اسيتايل كوين ده اسيتايل وهذا اسيتايل هنا كل مره كان بيخرج لي واحد بس اسيتايل. نبص كده يا جماعه عندي كام سايكل؟ ادي واحده 2 3 4 4 سايكل عندي كام اسيتايل كوين؟ انا 1 2 3 4 5. يعني عايز اقول لك ان عدد الاسيتايل كو ايه دايما هيساوي عدد السايكلز زائد كام؟ زائد 1 او بيساوي حاجه ثانيه اسهل القانون بتاعي عشان بعد كده لما نيجي نحسب الطاقه بنقول يا جماعه ان انا بحسب عدد السايكل الاول ازاي؟ number of cycles بيساوي سي ان على 2 ناقص 1. قلنا قبل كده يعني ايه سي ناقص 2 على 1 او سي ان على 2 ناقص 1؟ يعني كم مركب بتاعي فيه كم كربونه؟ في مثلا 16 على 2 ناقص 1 هيساوي كام؟ 7. 7 سايكل والسايكل الواحده كانت بتديني 1 ناد و1 فات يعني 2 اي تي بي و3 يعني 5 اي تي بي. يعني السايكل الواحده هتديني 5 اي تي بي وبالتالي 35 اي تي بي. ده بنتكلم على مركب اسمه البالماتيك اسيد زائد الاسيتايل كو اي النمبر اوف اسيتايل كو اي بيساوي سي ان على 2 ومش هطرح 1. ليه؟ لان اخر خطوه طلعت لي 2 اسيتايل كو اي. لو جيت حسبتها هلاقي ان هو بيساوي كام؟ 8. 8 في كام؟ هو الاسيتايل كو اي لما يدخل الكريبس بيديني 12 اي تي بي في 12 هيديني كام؟ 96 اي تي بي. 96 في 35 يبقوا كام؟ 100 31 ولا 41 131 اي تي بي. اسكت خلص الكلام؟ لا لازم اطرح كمان اثنين جبتهم منين الاثنين دول؟ خطوه الاكتيفيشن اللي هو الاي تي بي لما بيديني اي ام بي وبالتالي هيديني 129
قارن بقى ده بالجلوكوز، قارن ده بالكيتو بودي، كيتو بودي 26 والجلوكوز كان 36 او 38، لا الفاتي اسيد. حول.